أهلا وسهلا بكم في الدروس الإلكترونية لمدارس السندباد الأهلية. درسنا اليوم الرياضيات للصف الثالث المتوسط، محاضرة رقم 5. الدرس هو الدرس الثاني للفصل الرابع، والموضوع هو ميل المستقيم. أريد نعرف شنو معنى الميل. يعرف ميل المستقيم بأنه النسبة بين التغير العمودي والتغير الأفقي. شنو التغير العمودي؟ التغير العمودي هو التغير الصادي ويساوي y2 ناقص y1. أما التغير الأفقي هو التغير السيني ويساوي x2 ناقص x1. إذن راح يصير عندنا الميل، مو قلنا هو النسبة بين التغير العمودي والتغير الأفقي، يعني التغير الصادي على التغير السيني، أي أن الميل هذا هو رمز الميل. الميل يساوي لنا y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. لاحظ x2 ناقص x1 بالمقام، إذن يجب أن تكون x2 ناقص x1 لا تساوي صفر، يعني لا يجوز أن يكون المقام يساوي صفر. إذن الميل هو هذا الرمز مع الميل هو ميل المستقيم المار بالنقطتين x1 y1 والنقطة الثانية x2 y2. هسا نشوف أنه نجي إلى الإشارة اللي تطلع لنا للميل. يمكن أن يكون الميل للمستقيم موجبا أو سالبا، يعني المستقيم الميل مع المستقيم، أما يطلع لي موجب أو يطلع سالب. إذا لم يكن من هو المستقيم أفقيا أو رأسيا، وقد يكون صفرا. شو وقت الميل صفر؟ لما يكون المستقيم أفقيا، أو الميل غير محدد لما يكون رأسيا. هسه نجي نشرح واحدة واحدة من خلال الأمثلة. مثال رقم 1 يقول جد ميل المستقيم المار بنقطتين في كل مما يأتي. نجي على أولا، عندنا النقطة A الزوج المرتب 5 ب 7، والنقطة B تمثل الزوج المرتب سالب 2 ب 1. هذه الـ A، النقطة A نعتبر الزوج المرتب X1 Y1، والنقطة B الزوج المرتب X2 Y2. راح نجي نستخدم قانون الميل يساوي لنا قلنا Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. نجي نعوض بالقانون Y2 يعني 1 ناقص 7. y2 ناقص 1 على x2 اللي هي سالب 2 ناقص 5. عوضنا بالقانون نجي 1 ناقص 7 سالب 6، سالب 2 ناقص 5 سالب 7. واحنا نعرف سالب تقسيم السالب موجب، اذا الميل يساوينا 6 على 7، والاشاره شنو مال الميل؟ موجب. اذا طلع ميل المستقيم موجبا. اذا لم نلاحظ من نرجع الى التمثيل على المستوى الاحدادي إنه المستقيم وين متجه؟ نحو الأعلى، عند التحرك من اليسار إلى اليمين. تبي عزيزتي الطالبة التحرك من اليسار إلى اليمين، نلاحظ المستقيم متجه نحو الأعلى، نشوف إنه قيم وايدة تزداد، قيم وايد تزداد. إذن ننتبه للملاحظة، نقول ميل المستقيم أي بي هو 6 على 7 موجب. الميل موجب يعني المستقيم نحو الأعلى عند التحرك من اليسار إلى اليمين، يعني قيم واي تزداد. هاش وقت ألاحظها من أمثلها على المستوى الأحداثي. هسه راح نجي إلى المثال عندنا ثانيا من مثال 1. نقطة A سالب 1 بخمسة هذا الزوج المرتب، والنقطة B 4 باثنين الزوج مرتب مائت. نجي نطلع الميل، يعني المطلوب بالمثال هو ميل المستقيم بالقانون y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، فيصير 2 ناقص 5 على 4 ناقص ناقص 1. تبي عزيزتي الطالبة 4 ناقص ناقص 1، فيصير عندنا 2 ناقص 5 سالب 3، وهنا سالب في السالب موجب، فيصير 4 زائد 1، فيصير عندنا الميل سالب 3 على 5. نلاحظ أنه إشارة ميل هذا المستقيم طلع لي سالبة. من نجي نمثل النقطتين أي وبي على المستوى الإحداثي حتى نشوف اتجاه المستقيم، نشوف هذه نقطة أي عندنا وهذه نقطة بي.
لاحظ من الرسم أنه المستقيم وين متجه؟ نحو الأسفل، بس عند التحرك من اليسار إلى اليمين. لذا ميل المستقيم أي بي هو سالب 3 على 5، يعني سالب. الميل سالب يعني المستقيم ويكون نحو الأسفل اتجاهه عند التحرك من اليسار إلى اليمين. ونلاحظ أنه قيم واي ايش يصير بها؟ تتناقص. كل ما اتجه بهذا الاتجاه قيم واي كانت بها، هذا قيمة واي عند اي، وهنا تقل تقل إلى أن نشوف أنه كل ما نتجه نحو اليمين تتناقص قيم واي. هذا كان مثال عندنا ثانيا من مثال واحد. نجي على ثالثا من مثال واحد، عندنا النقطة اي تمثل هذا الزوج المرتب يمثلها، وبي هذا الزوج المرتب يمثل. ايضا نطلع الميل بالقانون، واي تناقص واي 1 على اكس تناقص اكس 1، ميل المستقيم بدلالة نقطتين. فواي 2 سالب 2 ناقص ناقص 2 على 4 ناقص 1. اذا سالب 2 ناقص ناقص 2 يصير سالب 2 زائد 2، سالب في السالب موجب، على 4 ناقص 1 3. فسالب 2 وموجب 2 الناتج قد يطلع 0 على 3، 0 على 3 0. إذا طلع ناتج عندنا الميل، ميل المستقيم هو 0. إذا من يكون ميل المستقيم هو 0، نشوف إنه من رسمت المستقيم بالمستوي الإحداثي للنقطتين أي وبي طلع المستقيم أفقياً. المن ديوازي محور السينات. إذا نجي نشوف الملاحظة، نقول ميل المستقيم أي بي هو 0 طلع لي. 0 يعني المستقيم أفقي، هذا المستقيم أفقي. المن ديوازي يا محور، محور السينات يعني بما معنى قيم واي شبيهة ثابتة، قيم واي ثابت. هذا كان ثالثا. هسه نجي إلى المثال الآخر اللي هو الآيبي، أي نطانيها تمثل هذا الزوج المرتب وبي تمثل بهذا الزوج المرتب. أيضا ميل المستقيم بالقانون بدلالة نقطتين، واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. فواي 2 سالب 3 ناقص 3 على سالب 2 ناقص ناقص 2. نلاحظ أنه سالب 3 ناقص 3 سالب 6، وسالب 2 سالب في السالب موجب، صار سالب 2 زائد 2، سالب 2 زائد 2 ايش قد؟ 0. صار الميل سالب 6 على 0. احنا قلنا لا يجوز المقام او عندنا القسمة على 0، اذا بهيك حالة طلع الميل غير محدد. من يكون المقام 0 يعني الميل غير محدد، فنقول لا يجوز القسمة على 0، لذا ميل المستقيم أي بي غير محدد. فالميل غير محدد يعني المستقيم شاقولي. المن ديوازي يا محور، محور الصادات. إذا نشوف قيم من ثابتة هنا، قيم X، قيم X هي تكون ثابتة. إذا هسه هذه هي الحالات اللي ذكرناها، من يكون الميل موجب، من يكون الميل سالب، من يكون الميل عندنا صفر، ومن يكون الميل غير محدد.